الأخوات قطاعاتنا في البلدية والسيدات والسادة اللي كانوا داعمين لنا في سنة 23 سواء كان على المستوى الاجتماعي أو المستوى الإنساني. نحييكم في هذا الصباح الطيب، نرحب بكم فرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب، فرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب نرحب به. بيننا أخ كريم، وتبدو على بركة الله في أول هذه الكلمات للسيد. أحييكم جميعا وأشكر لكم حضوركم لهذا الملتقى الذي عهدناه دائما من فرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب، وهو من الفروع التي نعول عليها كثيرا في المجال الاجتماعي والإنساني. من خلالكم أحيي كافة الموظفين والعاملين بفرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب وعلى رأسهم الأستاذة نعيمة سلامة رئيسة الفرع، كما أحييكم جميعا كلا باسمه وصفته، وأشكر لكم دائما دعمكم للعمل الاجتماعي والإنساني داخل بلديتكم بلدية الزاوية. هذا طبعا ليس بغريب عنكم، أنكم تكونوا متحركين في هذا الاتجاه. دائما نعول على الجهات الداعمة، يعني الجمعيات الخيرية والمؤسسات وأيضا القطاعات العامة، نعول عليها كثيرا في دعم العمل الاجتماعي والعمل الإنساني داخل ربوع ليبيا، خاصة في ظروف ما يحدث من ظروف وكوارث طبيعية أو ما إلى ذلك. وبالتالي وقفتكم هذه ودعمكم للعمل الاجتماعي والعمل الإنساني من خلال فرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب تشكرون عليه، وأقل ما يمكن أن يقدم لكم هو كلمات الثناء والشكر والتقدير. فمن هذا المقام أحييكم وأشكر لكم جهودكم وأشكر لكم دعمكم، والسلام عليكم. كل من كان داعماً ومعظم خير ومعظم البلاد في هذا المجتمع وعلى الدعم اللامحدود اللي يقدموه سواء كان من البلدية الزاوية الغرب أو من الجمعيات والمؤسسات. سنة 2023 لفرع الشؤون الاجتماعية والمؤسسات والأهلية. أيضا نشكر مدرسة فوز الجميل أو أكاديمية ليبيا الحديثة لزيارتها للفرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب. ما هذا؟
وجهك يا محمد. محمد اعطينا وجهك. زيا محفوظ رئيس مجلس إدارة جمعية ميلاد جديد للعمل الخيري والتنمية. اليوم احنا بدعوة كريمة من الأستاذة نعيمة سلامة في فرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب. احنا سعداء جدا وشرفنا دعوتها لنا لتكريمنا من ضمن الفاعلات او الرائدات في العمل الانساني والاجتماعي. فيما سبق طبعا احنا تعاوننا مع بعض من سنين، يعني بالنسبه لنا احنا والاستاذه نعيمه وفرع الشؤون الاجتماعيه من يامات نازحين، ولا كانت في ازمه في البلاد يعني مده حتى لو كانت طويله، لكن احنا ما قطعناش على بعض وفي تعاون مستمر وفي تواصل، يعني اني نعتبر فيه جيد وممتاز من ناحيه ان فيه يعني مردود على المصلحه العامه. فرع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب، طبعا هذا الملتقى الخامس لتكريم الناس الفاعلة في الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني. طبعا كل من قاموا قدم يد المساعدة في 2023 مع فرع الشؤون الاجتماعية أو مع العمل الإنساني السنة هذه حنكرموا 130 شخصية على مستوى البلدية وعلى المناطق المجاورة لكل من كان له لمسات، سواء كان في فزعات لمدينة درنة أو لمناطق اللي هي صار لها الفيضانات أو لأي أعمال اجتماعية صارت داخل البلدية. حابين نكرموا الناس هي اللي كانت لهم لمسات الحق.